باسم قاصم الجبارين ومبيد الطغاة الفاجرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. نقف اليوم وقفة المعتقد والهوية، وقفة فخر الولاية لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أشبه واقعنا بواقع محمد وآل بيته، حيث نعاني مما عانى منه رسول الله وعترة أهل بيته الأطهار. فمحاربة المعتقد هي واقعنا، وهي تتغلغل في كل مفاصل يومنا، وأشدها قسوته هي الحرب على بيوت الله وعقيدة نبيه المصطفى في العترة من آل بيته. فجريمة هدم مساجدنا العشرة باليد والفكر الناصبي الخليفي السعودي هي جريمة كبرى تعتلي هرم جرائمهم في حق هذا الشعب وثورته. فهم يحاربون الله جل جلاله ودينه الذي ارتضى. فمثلوا الشيطان الرجيم على أرضنا الطاهرة التي فطرت على عبق الولاية المطهرة، حين رفعنا راية القصاص في جريمة هدم المساجد، فإنا نرفع قانون الله في حق بيوت الله. وإن تجاوز القانون الإلهي في سبيل صفقات ومساومات دنيوية قميئة يسومها الديوان الخليفي والسفارات الاستكبارية تحت الغطاء الديني، هو الخسران الأكبر دينيا ودنيويا. ولا جدل في السقوط الحتمي لمن باع دينه بدنياه وساوم في عقيدة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. نبني مساجدنا بنفوس تشربت العقيدة وتجردت من كل لبوس حزبي، نبنيها بطهر النية وطهر المال الحلال الذي يبذل في سبيل الله ودينه المحمدي الأصيل. مساجدنا عقيدتنا، مساجدنا هويتنا، ومساجدنا تاريخنا. وهذا فصل الخطاب، أن مساجدنا خارج المساومة، وأن عقيدتنا هي النقاء، وأن ثورتنا ثابتة كالجبال. سنمضي للنصر المؤزر موقنين بوعد الله ونصر الثورة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب النويدرات،